السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. مشروعان لتثبيت الكثبان الرملية وإنشاء واحات في ثلاث محافظات. أعلنت دائرة الغابات ومكافحة التصحر في وزارة الزراعة عن مشروعين لتثبيت الكثبان الرملية وإنشاء واحات في محافظتين، فيما بينت أن الأول يتعامل مع مساحة تقدر بأربعة ملايين دونم. وقالت مدير عام الدائرة راوية مزعل لوكالة الأنباء العراقية أن التصحر مشكلة بيئية خطيرة تنذر بمشاكل اجتماعية واقتصادية وصحية كبيرة جدا، مشددة على ضرورة الاهتمام بمعالجتها من خلال صرف مبالغ كبيرة تتناسب مع حجم المشكلة بغية إيجاد حلول. وأضافت دائرتنا تعد الذراع التنفيذي لمشاريع مكافحة التصحر والتغييرات المناخية في العراق، ولديها مشاريع منها مشروع تثبيت الكثبان الرملية في محافظتي ذيقار وصلاح الدين، والذي يتعامل مع 4 ملايين دونم من الكثبان الرملية الزاحفة على المشاريع الاستراتيجية والتي تهدد باندثار الأراضي الزراعية وقنوات الري، كما تسبب بحوادث مرورية بسبب عدم وضوح الرؤية. وتابعت أن هكذا مشاريع تتعامل مع مساحات كبيرة الحجم، لذلك نحتاج إلى أموال كبيرة، وقد نفذنا العمل في ما يقارب المليون دونم من أصل 4 ملايين دونم آنفة الذكر، لذا الأمر بحاجة إلى تكاتف جهود. وذكرت إلى أن المشروع الآخر هو إنشاء واحات صحراوية مقرها في الأنبار، مشيرة إلى أن الدائرة نفذت 35 واحة لخلق مرتكزات تنموية في الصحراء وتشجيع الاستثمار هناك.